كشفت تقارير صحفية ألمانية أن 6000 عالم وأكاديمي تركي فقدوا وظائفهم ثمنا لمعارضتهم للنظام رجب طيب أردوغان، فيما هرب مئات آخرون إلى أوروبا. وقالت التقارير أنه منذ محاولة الانقلاب في 2016 سرحت تركيا بقرارات حكومية آلاف العلماء والأكاديميين من وظائفهم بسبب معارضتهم لأردوغان أو انتمائهم المزعوم لحركة عبدالله جولن المتهم بتدبير الانقلاب. وأضافت أنه بين هؤلاء 200 عالم أقاموا في ألمانيا وحدها.